الصفة الأولى التي اتسمت السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها بها إدارة الأصلة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. نحن الآن في أزمة، نحن جميعا أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم أتباع محمد وعلي، هم في أزمة كبرى. نحن في العراق، أنتم في منطقة السيدة زينب، في الخليج، في أفغانستان، في باكستان، في الكثير من البلاد الإسلامية، لم أقل كلها، أتباع أهل البيت مطاردون. هذه أزمة، ماذا نفعل؟ لننظر إلى أطراف المجتمع الذي نعيش فيه، ما هي النواقص؟ ماذا يأتي مني من أول الصبح إلى حين أن ينام الإنسان يفكر ما هي الأزمة الموجودة؟ ماذا يأتي مني؟ أضع يداً على يد؟ لا أستطيع أن أعمل شيئاً؟ نحن بجواب في تلك الأزمة الكبرى استطاعت أن تفعل كل شيء. نقتبس منها شعاعاً ونؤدي الواجب. علينا الاقتداء بالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في إدارة الأزمة. كل واحد واحد مسؤول عن هذا الملف بمقدار ما يتمكن.